لو كان هياخد المال كله من شركة العقار دي، هتاخد المال كله وبشرط بعد اثنين في البناء. لو ايه؟ لو كان هتاخد المال كله ما يستحملش، عشان هو لا ماشي. هياخد المال كله، شركة العقار دي هتاخد المال كله بعد تمام التشييد، يعني تسلمني هسلمك مثلا 10%، بزيادة. لا 10% هو مكسبه يعني. فين مكسبه يا سيدي؟ فين مكسبه؟ هو الآن، الآن البناء يتكلف كم؟ سألني هذه العمارة أو البناية بمليون. أخي الكريم، الآن أنت أدخلت عمليتين في بعض. يعني الآن من الذي سابني؟ من المستأجر الذي سابني؟ شركة المعمار. شركة المعمار جابت مقاول. لا لا، شركة المعمار هي اللي هتبني. هي اللي هتبني ولها أجرة. سلم عنده أرض. دلوقتي خلينا نتكلم، المسألة في ثلاث أطراف ولا في طرفين؟ طرفين. الارض ارض نصير، انا عندي العمال. ما هو ابننا، انا يعني هجيب عمال واجيب صح كده، والات، وهيتحاسب على 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 الامر ده. لا دخل فيها معاملتان، معامله الاجره، اجره الاجاره، اجره العمال، واجره البنايين للشركه، والنفقه على البناء. المساله هنا النفقه على البناء اللي بيدفع الشركه، صح كده؟ وبتدي الأجرة لهؤلاء القوم أيضا من دفعها هي، فبتدفع وبتحسب وبتزيد عليه، هو ما عليه غير أنه هو بعد ما تسلمه تاخد منه المال بالزيادة. راجع الأمر إلى القرض الذي جرى نفعه. ثم التصحيح بقى عشان تبقى صورة سلم مثلا أو صورة إجارة صحيحة، نعمل لا سلم ولا إجارة. صحيح الراجح في هذا الباب أنه يأتي يقول له أنا شريكك في الأرض، ليس له إلا ذلك، فيشترك معه في الارض ويقول له انا سابني البنايه ولي نصف المبنى ولك نصف المبنى، ويبقى كده اشترك في الارض فيها. فاهمني؟